عطاء لا ينضب وتدخل وسخاء معتاد، مدن سكنية ومخيمات طبية وتدخلات إنسانية رائدتها دولة الكويت الشقيقة في اليمن، آخرها افتتاح وتدشين 3 مشاريع في الصحة والحماية في وادي ومدينة مأرب. الخطة أيضا 23 إن شاء الله راح نحاول نكثف هذه القطاعات لأن وجدناها مهمة أكثر من أي شيء ثاني إن شاء الله، ونحاول نقدم خدمة وهدايا من أهلكم الكويت إلى أهلنا في اليمن، وهناك اتصالات كثيرة لتقديم مثل هذه المشاريع إن شاء الله. تدخل صحي كويتي جديد تمثل في مبنى المركز الصحي في منطقة المثنى بمديرية الوادي، والذي يضم عيادات وصيدلية ومرافق أخرى، فيما دشن في مستشفى كرى العام المخيم الطبي المجاني في مجال المسالك البولية، والذي يحتوي على عيادات للكشف والتشخيص وغرف عمليات جراحية. وبالتوازي مع ذلك افتتاح مركز للرعاية وتأهيل الأيتام، والذي يحتوي على معامل للحاسوب وتنمية المهارات التعليمية وأخرى لأسرهم من خياطة وكوافير وصيانة الجوالات، مشاريع صحية وطبية وتعليمية وتأهيلية، ونجدة لا تخطئ طريقها في التعبير عن نفسها جليا. يوجد لدينا عدة أقسام: حاسوب، صيانة كمبيوتر، صيانة جوالات، معجنات، خياطة، ويوجد بعض الأقسام المتواجدة في المركز. وسيتم تأهيل الأيتام من اليتيمات والأيتام، ويكون عددهم 500 في الشهر لكل دورة. المركز الصحي جاء كتخفيف لمعاناة الكثيرين، حيث من المتوقع أن يستفيد منه 15,000 نسمة، فيما سيجري المخيم الطبي أكثر من 100 عملية جراحية و400 حالة مرضية وكشف وتشخيص وعلاج مجاني. كما سيقدم مركز الأيتام تدريبا وتأهيلا 500 مستفيد سنويا، بما يمكنهم من اكتساب مهن وحرف تساعدهم في تحسين سبل الدخل والعيش. حقيقة نشكر دولة الكويت، هذه الدولة التي وعدونا منها بمشاريع عملاقة وضخمة، وأبشر أخوتي وأهلي هنا أن هناك مشاريع تثلج الصدر من دولة الكويت الحبيبة. هو لا ينسعني في هذا المكان إلا أن أشكر الشعب الكويتي دولة وحكومة وأميرا لما يقدمه للشعب اليمني. ارتياح الناس للمشاريع الكويتية يبدو واضحا على ألسنتهم ومحياهم، ارتياح لن يعدم هؤلاء طريقة في التعبير عن انطباعاتهم ومشاعرهم تجاه التدخلات والنجدة العروبية إزاء أبناء بلد شهم ونبيل وجدوا أنفسهم في أتون حرب مدمرة وبلد معطل ومنكوب.